النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتذكرون بالكبر قال الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخوك بما يقرأ قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد كذبت وإن لم يكن فيه فقد بهت ومسلم narrated Abu Huraira رضي الله تعالى عنه and the Messenger صلى الله عليه وسلم said do you know my big fighting is the Bangladesh said Allah and his messenger know better thereupon he said my fighting is talking about your Muslim brother in a manner who is in this life it was said to him